السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو أثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل إنه الحق وبالحق نزل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة مضت تحدثنا فيها وطوفنا في كل البساتين في الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد بأغلب أجيالهم بداية من أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمنا عن هيثم التيهان، وتكلمنا عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه، وتكلمنا عن الغميصاء وغيره بالكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الحديث متصلا في نفس النسق وفي نفس السياق وفي برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، رفع الله قدرك، الله يبارك فيك. وتوقفنا في الحديث عند الصحابي الجليل الذي روى حديثا ذكرت فضيلتك، ثم تذكرنا معه قضية الوفاء. الحديث طبعا للصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، هذا الشمس المضيئة رضي الله عنه وارضاه، قولا وفعلا وشكلا رضي الله عنه وارضاه أيضا. هذا الحديث اللي هو حديث من سن في الناس سنة حسنة، ثم تذكرنا معه وفاء جرير بن عبد الله البجلي الذي بايع على النصح لكل مسلم، وله في هذا قصص لعل قطعا يتبادر إلى ذهن فضيلتك بعض القصص التي تبين ثباتهم على التزام بما بايعوا به عليه الله ورسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جرير رضي الله عنه الذي كان يلقب بيوسف هذه الأمة لجمال صورته رضي الله عنه، هذا يعني أذكر له رضي الله عنه أنه أتى مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد له مكانا فظل في أخريات الناس، فقذف له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعباءته ليجلس عليها فأخذها فقبلها ولم يجلس عليها رضي الله عنه. هذا الذي أشرت إليه وهو حديث بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النصح لكل مسلم، حدثت له واقعة أنه أرسل غلامه ليشتري له فرسا، فأتى له بفرس جليل، فرس مطهم، ويبدو أن الرجل هذا الخادم جرير أو العبد ماكس صاحب الايه شاطر في الفصال، ماكس صاحب الفرس فاخذه منه بسعر اقل من مما يستحق، وجاء هو فرحان جزلان ان هو يعني وقع البيعه تمام يعني. فقال له جرير بكم اشتريت هذا؟ قال ب400. قال هذا يسوي 800. ثم قال له اتعرف الرجل الذي باعه؟ قال نعم. فذهب معه لصاحب الفرس، قال بكم بعت الفرس؟ قال ب400. قال فرسك هذا يسوي 800. فالعبد بهت، ما في أحد يفعل هذا أصلا، أن يكون السلعة بسعر رخيص فيبذل فيها ثمنا أعلى من ثمنها، المفروض ينزل لأنه هو البايع شاطر، المشتري أشطر، البايع بيعمل حسابه فبيرفع السلع والتاني بينزل السعر إلى آخره يعني. فأراد أن يعلم هذا الغلام، فقال إني بايعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وما كنت لأستخيل هذه البيعة. الله أكبر. يعني مش ممكن يبيع أو يفرط في هذه البيعة ل 400 درهم. يقول ما كنت لأستقيل من هذه البيعة. فوفى حتى عمليا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جرير في الزمن المتأخر بعد ذلك عقدت هذه الصفقة. لا لهم في هذا عجيب. من يعني تذكرت بقصة جرير، رجلا من المشايخ كان يركب سيارته وحده، وهو ماشي وجد رجلا نصرانيا قسا واضح، عرف النصراني لابس ملابس القسس يعني، فأخذه معه ثم قال له: أتدري لما أخذتك معي؟ قال له: أنت إنسان زو، وسيماهم على وجوههم، ها؟ وقعد يمدحه: أنت رجل طيب والدنيا حر. قال له: لا، لأن أنما أخذتك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني اللي عنده ركوبة يأخذ اللي ما عندهش ركوبة. نعم. فأي إنسان في الطريق يمكن أن يأخذ إذا صحت الدنيا وكانت الجو أمان، يعني إذا وصحت نيته هو أيضا، أي واحد في طريقه يأخذ معه، السيارة مش هتولع. نعم. ومش تشتكي، ولكن سينفذ كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجرير رضي الله عنه لم يستقل من البيعة لأربعمائة درهم. الله أكبر. أي نعم. الله أكبر. رضي الله عن جرير. رضي الله عنه. رضي الله عن جميع. شيخنا، لعل هذا الكلام يعني يفرع بنا على بعض أمور إذا أذنت لي شيخنا في الكلام في قصتي جرير اللتان ذكرتهما فضيلتك، اللي هي القصة الأولى مسألة أنه قبل شملة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل الثوب اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندهم تعظيم حتى لملابس النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم لنعال النبي فيحملونها، تعظيم لسواك النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم لشعارات النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت الصحابية الجليلة التي كانت عندها شعارات من لحية النبي صلى الله عليه وسلم وظلت عندها يعني تطيب بها أبنائها بعد ذلك، وقضية وعرقه صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا هذا التعظيم للكائن، وحتى والتعظيم لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي كأنما أوذي من النبي مرة فقال له أنه يريد أن يقتاد من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتل يقتصها. أي نعم. فإنما التزمه بعدما كشف النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، التزمه وقال إنما وقبل كشحه وقال إنما أردت هذا. الله أكبر. إنما أردت هذا. لا، لهم في ذلك ما ينبغي أن يروى، حتى نحفز الجيل الحالي إلى أن يتأسى بهؤلاء السادة الكبراء. نعم. ولا يفرطوا في سيرهم. نعم. ده حتى يعني ده قد يقودنا إلى ابن عمر رضي الله عنه. رضي الله عنهما. نعم. فإنه كان شديد التعظيم لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للآثار تكلمت عن الجسد وتكلمت عن الثوب وعن اللحية والكلام ده، كان ابن عمر رضي الله عنه معظما لآثار النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أبيه. كان عمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك. كان إذا عمر رضي الله عنه في مرة من المرات وجد قوما يجتمعون عند شجرة فقال: لما هؤلاء مجتمعون؟ قالوا: رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان فهم يصلون في هذا المكان، فنهاهم عن ذلك وقال: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. نعم. ده كلام عمر بن الخطاب بخلاف ابنه. نعم. وطبعا يعني لا مشاحة في فعلهما أو في فعل ابن عمر، فإن داعية الحب هي التي دعته إلى أن يفعل ذلك، حتى أنه ما كان يطيق أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أي معنى، حتى لو لم يقصد صاحب الحدث. صاحب هذا الحدث كما حدث مع ابنه بلال. نعم. لما قال عبد الله بن عمر يوما: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
وليخرجن تفلد في حديث أبي هريرة. لكن في حديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، أو إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. كان ابن عمر مريضا وهو يحدث أبنائه، كان جالس، كان سالم وعبد الله وعبيد الله وبلال وحمزة، كان له أولاد كثر، عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فقال بلال معقبا، وكلهم على أسماء إخوانه. نعم، وكلهم على أسماء إخوانه من الصحابة. طبعا نعم، من الصحابة. نعم، رضي الله عن الجميع. نعم، فقال بلال والله لنمنعهن. هو كان هناك معنى قائم في نفسه وهو يتكلم بهذا الكلام، يقول والله لنمنعهن. ما أظن أبدا خطر ببالي بلال أو هذا الجيل على أي حال أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول نعم، هو يقول لا، أو يقول لا يقول نعم. ما أظن أن هذا الجيل كان فيه هذه الصفة إطلاقا يعني. فقال بلال لمعنى عنده والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. قال السبب، السبب يتخذنه دغلا يعني يجوز أن لا يكون قصد المرأة أن تذهب إلى المسجد، ولكن أن تزور صاحبتها ثم تمر على المسجد، أو أن تذهب إلى المسجد فتسمع من بعض النساء أشياء فتفسد المرأة عليه وتأتي لتعارضه. لمعنى قائم، قائم نعم، لمعنى قائم في نفسه قال هذا الكلام. نعم، كبر على عبد الله بن عمر أن يقول هذه الكلمة. يقول سالم فملأ يده بحصيات فحصبه وهو يبكي ويقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعنا، لا تمنعوا وأنت تقول أمنعهن. ثم أخرجه من المجلس. يقول سالم وما دخل عليه إلى أن مات. الله، أتصور أنا إن في شفاعات، إنه لم يكن يقصد ابنك ويريد أن يراك، أتصور أن يكون هذا الكلام حدث يعني، لكن ما سمح له أن يدخل حتى مات. ده تعظيما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، مع أن كلام بلال يمكن أن يلتقي مع قول عائشة رضي الله عنها التي قالت، لو رواه البخاري في صحيحه، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. نعم، طب ما الذي فعلته النساء حتى زمن عائشة؟ عائشة رضي الله عنها مات سنة 58. نعم، 58 هجرية. يعني ماذا فعلت النساء تقريبا يعني حتى تقول عائشة رضي الله عنها فيهن هذا القول؟ طب شو احنا نقول؟ فكأن هذا يلتقي مع هذا في زماننا احنا الآن. نعم، إذا كان هذا في زمان عائشة ماذا نقول في زماننا هذا؟ آه والله، سبحان الله، سبحان الله. والله كان يأتيني بعض الورقات من مسجد النساء عندما ألقي محاضرة أو خطبة جمعة، فبعض النساء يقول نبه على النساء اللي بتيجي لحطة أحمر وأخضر وأزرق وبتاع وهي تصلي. يعني ليه؟ يعني تريد أن تتزين لمن؟ هي متزوجة، هي متزوجة، يعني ربما تفعل البكر هذا عشان تخطب. في مجتمع النساء ممكن واحدة تشوفها تستجملها، أخوها عايز يتجوز، واحد آخر من أرحامها يريد أن يتزوج، ممكن. مع أنني أعتقد يعني هذا في نفسي إن قبيح بالبكر أن تتزين، لأن الزينة إنما تكون لزوج. نعم، تكون لزوج. في سنن النسائي قالت امرأة يا رسول الله إن المرأة إذا تركت زينتها صلفت عند زوجها، أي ثقلت وكره النظر إليها. ممكن الزينة تكون لزوج، لكن أنا الذي لا أفهمه إن واحدة تروح متزوجة وتضع كل هذه المساحيق بعد طبعا ما توضأت واغتسلت لغسل الجمعة ومش عارفين الكلام، وضعت المساحيق لا بأس، لكن ذهبت إلى المسجد هكذا لماذا؟ ما هي العلة؟ وهي متزوجة يعني ترد نفسها لمن يعني؟ فكانت يعني عائشة رضي الله عنها تقول هذا القول الذي يلتقي مع قول بلال، مع قول بلال رضي الله عنه. لكن كبر على ابن عمر إن المسألة شكلها وحش، شكلها قبيح، لا تمنعوا سأمنع، كأن صد رد يعني، كأن في معارضة. لم يتحمل ابن عمر رضي الله عنه مثل هذا، بل كان ابن عمر واشتهر عنه هذا إذا مر في على مكان
صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل يصلي. إذا قضى النبي حاجته كان ينزل يقضي حاجته في هذا المكان. كان هذا شأن ابن عمر، أعتقد يقينا بإذن الله أن داعية الحب هي التي دعته أن يفعل مثل هذا. لا، عندما قلت أن عمر بخلاف ابنه، ليس أن عمر أقل من ابنه بطبيعة الحال، له مذهب آخر، له مذهب آخر وعلله، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم وإلا. فقد روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلان يتحدثان بصوت عال، يقول السائب بن يزيد راوي الحديث، فحصبني رجل رمى عليه حصى فالتفت فإذا هو عمر، فقال نادي هذين، فناداهما، فقال من أين؟ فقال من الطائف، فقال أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما. طبعا عمر فقيه، هذا المقصود بهذا الكلام، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حيا وميتا. لا، ده أنا عايز أفر على هذا الكلام وأقول أشر من هذا وأعظم من هذا الذي يرفع صوت غير النبي عليه، كأن يذهب إلى قول بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان المتأخرة. إذا انصرف إلى قول أحد على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما رفع صوته عليه، كما يقول ابن القيم رحمه الله. الذي أنكره عبد الله بن عباس في ذلك الزمن لما قالوا له، عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قابلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر، فخشي أن تساقط عليهم في المتعة، متعة الحج، فقالوا أخشى أن تساقط عليكم السماء تجارة. أي ابن عمر ابن عباس كان يرى وجوب متعة الحج يعني، وكان أبو بكر وعمر لا يرانيها، فاحتجوا عليه بأبي بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر، الله مع بكر جلالة وعمر. أبي بكر وعمر السمع والبصر، الله أكبر، السمع والبصر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيين هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال. إذا كانت المسألة مسألة موازين فلا يجوز أن يوضع في مقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفة الأخرى أي أحد كائنا من كان. نعم، إذا كان قوله صريحا واضحا لا يقبل التأويل يعني، لأن من لم يذهب إلى ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إليه إما بتأويل أو حديث آخر أو أدلة عامة أو نحو ذلك يعني. بتتبدل المواقع، وتبدل المواقع يبين انتماءهم جميعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما اعترض هو رضي الله عنه وأرضاه على من قالوا قال أبو بكر وعمر، اعترض عليه من صحابي جليل آخر رضي الله عن الجميع، وليس الاعتراض إلا امتثالا ومحبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. هذا أبو هريرة، نعم، رضي الله عنه، كما روى الترمذي في سننه، يقول يعني هم يعني كانوا تباحثوا أو تكلموا في مسألة الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام من نواقض الوضوء أن يأكل شيئا مسته النار. نعم، وطبعا كل شيء لابد أن تمسه النار، اللحم يطيب على النار والمشروبات على النار، كل شيء على النار. فكان إذا كان الواحد منهم في أول الإسلام أكل لحما أو شرب شيئا مسته النار كان يحدث وضوءا. فكان أبو هريرة يتحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عباس، يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ يعني اللحم الحلال أطبخه وأكله، أتوضأ منه لماذا؟ طيب القضية هنا مع أبو هريرة نص، مع أبي هريرة نص، ومع ابن عباس عقل وفهم. وفهم مين؟ فهم الحبر، ابن عباس. نعم، لو أن ابن عباس روى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل تعرق عرقا
بالأكل لحما يعني، ثم قام ولم يتوضأ. يبقى حديث الذي رواه أبو هريرة منسوخ، وهذا رواه ابن عباس، وهذا نعم رواه ابن عباس عند خالته ميمونة. وحديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لكن الشاهد هنا أن أبا هريرة لما قال له ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا، قبض الحصى، ملأ يده بالحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار يا ابن أخي. هو ده بقى الشاهد اللي أنت ذكرته، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. كلامك ممكن يكون معقول، كلام معقول مقبول، أنا مش هاكل لحم نية مثلا حتى لا أتوضأ، ولكن أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فهذا كأنه عقل ونقل، عقل ونقل. طبعا يعني عقل ونقل، مش عايز حد من المشاهدين يفهم أننا نأخذ الوحي بلا عقل، بل العقل شرط في تلقي النقل. يعني أنا أعمل عقلي في دائرة النص وليس خارج النص، كما فعلت المعتزلة مثلا، أو فعل من يقدم عقله على الحديث، كما حدث لبعض العلماء لما قال روى له رجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقال له إن من أصحابي من يبول قلتين. طبعا القلة مش القلة المشهورة دي، القلة هي الزير، الحب بلغة هجر، الحب يعني الزير الذي يحمل الماء الكثير كان يقال له قلة، يعني الماء الكثير إذا لابس النجاسة لا يتغير. فهو رد عليه وقال إن من أصحابي من يبول قلتين، طبعا على وزان القلتين بتوع في اللتين وردتا في الحديث يعني. فده يعني ضرب الأمثال، ضرب الأمثال للحديث يعني. فأبو هريرة نبهنا على شيء مهم جدا، وهو أنه لا يجوز لك أن تعترض على حديث ورد من النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه بعقلك، بحيث أن هذا العقل يزيل الحديث، عقل مطلق بلا نص، عقل مطلق بلا نص. لكن لا يتلقى الوحي إلا بعقل، صحيح. وإن لم ولو افترضنا إنسانا بلا عقل لا يحل له أن يفسر شيئا من الوحي. نعم. ونحن ما فهمنا يعني القرآن والسنة إلا بعقولنا. نعم. فعندما يقول علماء النقل مقدم على العقل، ليس مقصودهم إلغي عقلك وتلقى النص كما هو كائن الآن في كثير من أقوال هؤلاء المبتدعة الجهلة في الفضائيات. يعني لما يقول واحد يقول إني أنا بفهم عن أبويا وبفهم عن جدي، دول كان ناس بسطاء، لكن الإسلام ده ما يقولد يقول هذا الكلام. يعني أنت بتفهم أكثر من أبوك ومن جدك، طب يا ريتك فهمت صح حتى أو تقرأ صح، كان بيعترض على البخاري. نعم. فكان يقرأ قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالبخاري روى في الشاذ وعلى الذين يطوقونه، هو قرأها يطوقونه، حتى القراءة مش عارف يقرأها. القراءة الصحيحة وعلى الذين يطوقونه. البخاري زي سائر العلماء بيستخدم القراءة الشاذة في التفسير، قاتله الله، لا عقل ولا قرآن، لا عقل ولا قرآن، صحيح. أي الله. فكانوا يستخدمون القراءة الشاذة في التفسير، واخد بالك؟ يعني ده ميزة القراءة الشاذة، مش مطروحة. نعم. لأنها فقدت شرطة من شروط الثلاثة اللي هي حتى تصير قرآنا، توافق رسم المصحف وتوافق وجه المجهول العربية والتواتر، الثلاثة دول هم شرط القرآن يعني. هذه فقدت شرطا من شروط الثلاثة لكي يصير قرآنا، لكن العلماء ما أهدروها، إنما يستخدمونها في التفسير، مثل ما قالوا هيت لك أو هيئت لك أو نعم نعم، وإن كانت شاذة وإن كانت في دي قراءات متواترة يعني. نعم. لكن على أي حال أريد أن أقول ليس معنا نقدم النقل على العقل أن نلغي عقولنا، بل نعمل عقلنا في النقل، يبقى احتفظنا بعقولنا ولم نلغي النص. نعم. إيه نعم. نعم.
وهي قضية اللي هي مربط الفرس كلمة عبد الله، أقول لك قال رسول الله لا تفعل ثم تقول أفعل، فكان هم ليس القصد عندهم مسألة العقل والنقل، قضية تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء هذه الكلمة التي كانت هي الكلمة الفيصل بينهم. هذه القضية يعني لعلها تحملنا، وإن كان الكلام نوعا ما أنه بعيد عن هذه النقطة، اللي هي قضية أن الخلاف كان كائن وقائم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المرد إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد النبي يكون الخلاف قائم وفي نقاش وفي سجال في بعض القضايا التي كانت قضايا مهمة جدا، مثل على سبيل المثال من أكثر ما كان يعني يخطر على بال الشخص في هذه القضايا، قضية عائشة رضي الله عنها وأرضاها مع النبي سلمة محمد، لما كان يتكلم مثلا على قضية الوضوء وغسل المرأة وهذه الأمور، فقالت إنه يتحدث بما لا يفهم، أفلا نفك ضفائرنا أو لا نقص ضفائرنا، يعني معناتها أنه إحنا ما بنقل الكلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الكلام عصر بلا خلاف، بل كان عصرا فيه بعض الخلاف حتى مع الأكابر مثل أبو بكر وعمر، ولكن يبقى الذي يقدم في النهاية هو النص وأمر النبي الحازم. إيه طبعاً، بعد كده كانوا يرعون مقام القائل. نعم. مقام القائل، يعني إذا تكلم أبو بكر ليس إذا تكلم أي أحد آخر. أكيد. إذا تكلم عمر أو عثمان أو علي أو حد من الكبار العشرة مثلاً أو من أهل بدر، كانوا يعني يرعون سابقته، ويرعون أيضاً فقه العلماء، يعني في صحابة فقهاء يجعلون طبقة من أصحابه هم الفقهاء أو هم المكثرون من الرواية، لكن كان الخلاف بينهم وكان ينزل بعضهم إلى بعض. يعني لما أبو موسى الأشعري أفتى فتوى في الميراث فخالفه فيها عبد الله بن مسعود، قال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. الله أكبر. والعلماء استدلوا بها على أنه لا يجوز للمفضول أن يتكلم في وجود الفاضل، يعني إذا كان هناك فاضل ومفضول في البلد إنما يحيل المفضول إلى الفاضل. نعم. رعاية لعلمه، رعاية لسابقته، ولا نجحت طبعا، إن كان بين الصحابة اختلاف في مسائل كثير. أقرب مثال ما اختلفت فيه عائشة رضي الله عنها مع عمر ومع ابن عمر ومع صهيب ومع المغيرة بن شعبة في بكاء الميت، هل يعذب؟ هل يعذب في البكاء على الميت؟ نعم. هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه أم لا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لما بلغها أن عمر وابنه ينكران ذلك، فقالت والله ما إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وقالت بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يهودية ماتت وكان أهلها يبكون عليها، قال إنهم لا يبكون عليها وإنها تعذب ببكائهم. طبعا هذا رأي عائشة رضي الله عنها، فهم عائشة رضي الله عنها، واحتجت بظاهر القرآن أو بالقرآن لا تجر وازرة وزر أخرى، قالت بيني وبينكم كتاب الله، وأتت بهذه الآية. العلماء ردوا عليها في هذا، قالوا لم يروي هذا لا عمر ولا ابن عمر فقط، بل روته حفصة بنت عمر والمغيرة بن شعبة وصهيب الرومي وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طبعا البخاري رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث في سنته في صحيحه بوب عليه باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته. إذا أوصى قال إذا أنا مت حسسون أن أنا ميت، إلطموا وشقوا الهدوم وهاتوا الناس واعملوا الولايم واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه. لكن الرجل إذا أو إذا كان يرى عليه استحسان، هذا كان يرى أنه يعني يبكى على الميت أمامه فيفرح ويستأنس بذلك، فعرفوا ماشي ما على أي حال هو مذهبه. نعم. سواء أقره سواء قاله أو طلبه أقره بنصه، هو مذهبه على أي حال. لكن الرجل إذا تبرأ من هذا حيا لا يعاقب به ميتا، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. والكلام في هذا يطول، أنا بس أردت أن أنا أبين أن الصحابة كانوا يختلفون. وبهذه المناسبة لبدر الدين زركشي رحمة الله عليه كتاب ماتع جميل، وإن كان فيه يعني بعض ما لا يصح، لكن أغلبه وفكرته جميلة، وهو كتاب الإجابة
لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنها. يعني يأتي بواقعة ما، يأتي برأي عائشة أو بقولها ثم يأتي بقول الصحابة رضي الله عنه، كما مثلا استدركت على أبي هريرة رضي الله عنه كثرة الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت ألا تسمعون إلى هذا، كان أبو هريرة بجانب حجرتها وتحدث حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما عائشة خففت في صلاتها حتى تنهاه عن ذلك، لكنها أدركته يوما من الأيام وهو يحدث فأنكرت عليه ذلك، فقال يا أم إنه كان يلهيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشط والمرآة، ولكني كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فلذلك كان يحفظ ما لا تحفظ عائشة رضي الله عنها بالذات إذا كان خارج بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. لعل هذا يعني ذكرنا بأن عائشة كانت محور حديث ومحور كلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لتبقى غصة في حلوق كل كاريها وشانيها. سبحان الله، كانت مدار الكلام في كثير من الأحاديث التي كانت تحدث بين الجارات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت محور حديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في فقهها وعلمها ونقاشها لمن كان يناقشها ويجادلها. ولعل هذه يعني تجعلك يعني تنظر بكل الإجلال والإكبار إلى هذه الشخصية العظيمة المحورية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل العشرين من عمرها، ونقلت إلينا ربع الصحيح، وكانت هذا الجبل الفقيهة رضي الله عنها وارضاه. لعل هذا يكون محور أيضا نتكئ عليه في حديث آخر، والكلام كله ماتع في الكلام عنهم رضي الله عنهم جميعا. جزاك الله كرمك الله شيخنا، الله جزاك الله خير، الله يبارك فيك. أحبتنا في الآن نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وأطله في عمره على طاعته، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السائر في دنيا الورى، قد مضت سنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل، فاتعظ ممن أتى الوحي على ذكرهم يا من أطال الآمل، وخذ الذكرى وصدقه ولا تنشغل عن أيذي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل، إنه الحق وبالحق نزل.